يعني اتبعت الوصيه اللي جت في التلفزيون، كل واحد يجيب قلمه من بيته، عشان في ناس بيلبسوا تيشرتات الفريق المضاد بيدوهم بيوزعوا عليهم اقلام، الاقلام دي بعد 4 ساعات بتمحو تماما، مش ليها اثر خالص. فانا يعني عشان ازيد الشك خالص جبت القلم بتاعي من بيتي. مين الكلام ده؟ استاذ الفاضل توفيق عكاشه، ربنا يصلح حاله ويهديه يا رب، وربنا يولي من يصلح في النهايه. وقال ان مين بيوزع الاقلام؟ ناس في الشارع ولا ان الاقلام دي جوه؟ قال ان في ناس في الاخوان لابسين تيشرتات شفيق ووزعوا اقلام هديه عشان الناس يدخلوا ينتخبوا بيها، وبعد 4 ساعات القلم بيزول تماما. بس فانا قطعت الشك باليقين وجبت قلمي معايا من البيت بس، وربنا يولي من يصلح يا رب. في بعض الأقلام المواطنين بيجيبوها معهم في اللجنة، بحيث يكون الحبر السري يختفي بعد 2-3 ساعات من وضع العلامة. فبالتالي لما بيكون قلم اللجنة الفرنساوي العادي او البلاستيك العادي ده، الحبر ما بيختفيش مهما طالت المده، يعني بقلم جاف عادي يعني، غير بقى الاقلام اللي حبرها بيكون سري يعني. فبنحرص على ان القلم خط يكون واضح، العلامه تكون واضحه ايا كانت، لاي مربع ايا كان، كل واحد برايه، بس المهم العلامه تكون واضحه على لحد ما تنتهي الانتخابات. حضرتك موضوع الأقلام كان أشير قبل كده أن الأقلام اللي هي موجودة في اللجان أقلام فيها حبر شرقي، دي إشاعة كانت طلعت قبل بداية الانتخابات، فالناس جاية خايفة من أن الأقلام دي فعلا يكون فيها أي حبر شرقي، لكن إحنا بنحاول نطمن الناس أن الأقلام اللي موجودة هنا في اللجان أقلام خشابة عادية جدا مفيهاش أي حاجة، وإحنا جربناها مع سيادة المستشار قبل ما يبتدي والأقلام سليمة 100% يعني، فالناس جاية عايزة تعمل بالأقلام بتاعتها. لكن الألم اللي موجود في اللجان يعني احنا نطمن الناس كلها مفيش أي حاجة فيها يعني.